علاش ما نشوفوكمش بزاف؟ قليلين الظهر يعني، قليل وين نشوفوا فريدة مع ابنها مع بعض، وعلاش؟ هو لي رابور هكا دايرين، لي رابور ماذا بيهم حياتهم الشخصيه ما تبانش بزاف. ديجا بلوكيني في الفيسبوك، بلوكيني في انستغرام. بصح كمساعد مخرج خدمنا، كنت خدم معايا شحال من قطره، خدمتوا مع بعض، تعاونتوا مع بعض في مع اعمال بعض اخرى. بزاف في اعمال. بصح كمغني راب ماذا بيه ما نكونش كاع في طريقه. وهل انت راضيه على الاغاني اللي يقدمها الابن ديالك؟ بركة راهو مليحة بيان سيغ، دركا بدات حاجة مليحة. ودوكا علاش دوكا ومقبل لا لا؟ ماشي مقبل لا لا، كان يغني وكاع، بصح كانت أغاني شغل تاع لي كلاش تاع هكا بزاف. كنتي معارضة انتيا؟ كنت معارضة شوية، بصح دركا صافا، دركا يغني واش كاين واقع المجتمع الجزائري. او عجبني في هذا الطوم، مالغريك ما ندخلش روحي، مي اني تبع فيها اني نشوف بلي هذا ولا مره أحسن. ولا مره لا تدخلتي لا دخلت فريده؟ دخلت خطره لانه كان دخل في اغنيه سياسيه ودار هكا، وقلت له ماذا بيك ما ديرش، ما تدخلش في السياسه. خفتي عليه فريده؟ بيان سور. وليدي ربي يحفظه لك فريده.